مش خيال، ده واقع. اوكي، والمشروعات اللي هنفتتحها ان شاء الله مش خيال، ده واقع. مش هيعمل الكلام ده للشباب، الشباب بيبقى ايجابي معانا. لما اقول شركات للنظافه ده مشروع حلو جدا، تمام، اللي يخلينا نجيب شركه ايطاليه ولا شركه اسبانيه يجي يعمل لي مشروع هنا، ما اولى ان شباب مصر هو اللي يقوم بيه. تمام. النهارده على جمعيه صناع الحياه كانوا قاعدين معايا وهينظموا ويبداوا يمكن ينطلقوا على مستوى الشرقيه كلها. انا عايز مش بس صناع، كل شباب الشرقيه يشتغلوا في مشروعات، ادي له قروض في ارض خصصتها 20 فدان في مدينه بلبيس، اغلبها يكون عباره عن مشروعات صغيره. يعني شاب بيعمل مشروع صغير على مساحه مثلا 250 متر او 300 متر وهكذا. طب ما ينفعش يا فندم حضرتك تكون معايا وما اسالكش عن استعدادات المحافظه لانتخابات مجلس الشعب؟ شوف، الاستعدادات قائمه بالفعل، بل بالفعل تم التنفيذ دلوقتي، تم تلقي طلبات المرشحين، تمام، وتجهيز المقار الانتخابيه بالتنسيق مع مديريه الامن طبعا ومع المراكز، مدير رئيس كل مركز ومدينه، المدارس، الابنيه التعليميه، ووكيل وزاره التربيه والتعليم، عشان انت عارف الانتخابات اغلبها بيتم في مدارس، واخد بالك؟ كل الامور دي مرتبه. الشيء الاساسي القاسم المشترك في شغلنا كله الحياد. تمام. الحياد، لان احنا ما لناش مصلحه مع اي فصيل ولا اي مرشح. تمام. ولهذا عشان تبقى رساله واضحه للجميع، انا شخصيا كمحافظ الشرقيه ماليش دعوه بحد. انا كل اللي يهمني في النهايه عمليه انتخابيه تتم. كل اللي انا برجوه بالساده المرشحين الحفاظ على نظافه المحافظه. ما ينفعش كنا نيجي الشرقيه وما نتفقدش الحاله الامنيه في مدينه الشرقيه، عشان كده هيكون منورني النهارده في فقرتي السيد اللواء ومساعد وزير الداخليه ومدير امن الشرقيه السيد اللواء خالد بيه. مساء الخير يا فندم. كنت عايز اعرف من حضرتك ايه التشكيلات الامنيه. احنا واحنا جايين كنا شايفين ان في امن، وكنا شايفين ان احنا في كمائن موجوده، كنا شايفين ان في تشكيلات امنيه كتير جدا. كنت عايز افهم من حضرتك واتفقد واطمن الناس اللي جايه على الطريق الزراعي يا فندم ان هي بتكون متخوفه شويه من طريق الشرقيه. بالنسبه لمديريه امن الشرقيه، هي طبعا هي مديريه متنامية الاطراف، فيها حوالي 23 اسم ومركز، لا حدود مع عديد من المحافظات، محافظه القاهره، الايوبيه، الاسماعيليه، بورسعيد، لها مساحتها كبيره، طبيعتها مختلفه عن محافظات كتير، يعني فيها جزء قبلي، فيها جزء حضري، فيها جزء ريفي، جزء صحراوي، وبالتالي اسلوب تامينها بيختلف. طبعا بالنسبه لموضوع الطرق، لها في خدمات معينه اصلا، تامين الطرق من خلال العربيات، فيها مجموعات قتاليه وفيها ضباط مباحث وضباط نظام، بيبقى قول امني ده فيه حوالي 3 عربيات، عربيه مرور وعربيه نظام فيها ضابط نظام وعربيه مباحث مع مجموعه قتاليه. غير تامين الطرق داخل المدينه ايضا في خدمات، سواء كانت خدمات مروريه او خدمات برضه مباحث، اطواف بيبقى على رجليها، غير الخدمات يعني نوعين، نوع من الدوريه راكبه وفي نوع من الدوريه متردده. لما بيكون في حدث مهم طبعا بيبقى لها برضه احتياطات وترتيبات معينه، يعني يوم زي النهارده مثلا عيد الشرقيه وفي حفل غنائي هيحضره شخصيات عامه ومجموعه من الفنانين، بيتم تامينه برضه بالتنسيق مع كافه الجهات الموجوده في الوزاره. كنت عايز اعرف من حضرتك اسلوب المواجهه اللي الداخليه بتتبعه لما بيكون في حضرتك مواجهه ما بين الطرفين والشرطه بتخش على تتبع معين هي قصدها. دي بنسميها، بتقدر تقول ان هي حمله امنيه بتبقى موجوده او بؤره اجراميه بيتم مواجهتها. في الحاله دي بيبقى معمول دراسه بالمكان ده، المداخل بتاعته والمخارج، المنافذ المؤديه للطرق، الطرق المؤديه له، حجم القوات اللي هتشترك في الحمله بناء على عدد الناس اللي احنا هنواجهها او النشاط الاجرامي بتاعهم، هل معاهم سلاح، نوعيه السلاح ايه، هل البؤره دي بتتاجر في مخدرات ولا مدعومه بالسلاح ايضا. وبالتالي بيتم تدعيم الحمله بعناصر بحيث ان هي تواجه البؤره دي. لو حصل ان القوات فوجئت باطلاق نار عليها، طبعا بيتم الرد وتبادل اطلاق النار في مواجهه المعتدين، بحيث ان يتم في يعني بيتم استخدام القوه بالقدر الكافي لردع الناس دي وظبطهم. تمام. بدون تجاوز وبالاجراءات القانونيه، وبيبقى فيه استئذان، اذن، بيبقى فيه اذن من النيابه العامه قبل، بحيث محدد العناصر اللي معاها سلاح، وبالتالي بيبقى فيه تقنين اجراءات. يعني فندم بيبقى في النيابه العامه يا فندم بيبقى منها استئذان يا فندم ان هي المفروض ان حضرتك بتدي من خلالها بالظبط الامر، ان انت حضرتك انت رايح مكان معين، تروح المكان ده بناء على تحدد الاشخاص اللي انت هتواجههم في المكان ده،
بتستأذن النيابة العامة، بيجيب أذون من النيابة العامة لضبطهم وضبط الأسلحة اللي معاهم، تختار التوقيت المناسب بالنسبة لك بحيث تواجههم. زي ما أقولك بتحدد المكان نفسه، المداخل والمخارج بتاعته، بتشوف حجم القوات اللي أنت محتاجها إيه بالظبط، وبتم التعامل معاها بالقدر اللازم من القوة وبتقنين الإجراءات، وبالتالي بتقبض عليهم وبتاخذ معاهم إجراءات قوية. إن شاء الله مستعدين لانتخابات مجلس الشعب بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله.